بالله اسمع، عشان ابغاك تطبقها في الدنيا عشان تقولها يوم اذا دخلت الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. شيخ بدر، الله عز وجل يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يقول الله قل أأنبئكم بخير من ذلكم. النساء، البنين، القناطير المقنطرة، الخيول. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كانوا في الدنيا الذين يقولون ربنا إننا آمنا. دحين بينك وبين الله، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صور الآن أنا أتكلم بلسان الشباب، أنا قررت التوبة وقررت الهداية وقررت إن شاء الله خلاص من اليوم صفحة جديدة، قررت أشمر الجنة، قررت أبدأ صفحة جديدة مع الله. أبغاك تبشرني بس بشارة واحدة، أبشرك ربما يكون توبتك إلى الله هي مهرك للجنة، وسيئاتي كلها تبدل كلها إلى حسنات. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اسمع البشارة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بسألك سؤال بالله دحين، كيف تحس قلبك من السعادة والطمأنينة والراحة؟ والله إني أنظر كأني أنظر السعادة من وجوهكم خارجة. والله كلنا أتينا إلى هذه الجلسة، وقبل هذه الجلسة كانت قلوبنا سقيمة. أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم،
أتيتك أرجو إلهي رضاك فمن ذا سيغفر غيرك.